وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أهلا جماعة الخير، هنتكلم عن تفسير حلم أكل ورق الشجر. طبعا ورد عند علماء التفسير بعض التأويلات المتعلقة بورق الشجر، وطبعا يعني موضوعات كثيرة جدا، من أهمها نحن مثلا ما نيجي نشوف ورق الشجر على سبيل المثال شجر النبق اللي هو السدر. هذه الشجرة مبروكة زي مثلا شجرة الزيتون إلى آخر هذه الأمور. فحينما يرى الإنسان شجرة النبق أو السدر أيا كان المسمى، مجرد رؤيتها هذه الرؤية تدل على بشارة جميلة جدا، على إقبال الخير على هذا الرأي في الفترة المقبلة في شتى أنواع حياته بصفة عامة، بل وفي القريب العاجل. فإذا شاهد الإنسان شجر النبق تدل أيضا هذه الجزئية على توليه لبعض المهام المهمة في حياته وإدارة بعض الأشياء المرتبطة بمستقبل حياته إن شاء الله تبارك وتعالى، وتدل أيضا على القرارات الصحيحة التي سوف يأخذها وسوف تنفعه في الفترة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان ورق الشجر بغض النظر عن النبق أو غيره، أي ورق شجر لونه أصفر جميلة جدا، برغم أن كتير من الناس للأسف الشديد اللي بيزعموا هم بيفسرهم، ولكن اللون الأصفر المسموم هو بطبيعة الحال بيأتي في بعض الأحيان مسموم، لكن على طول الخط الكلام ده خاطئ. ورق الشجر الأصفر رؤية جميلة جدا تدل على الأرباح والأموال الكثيرة المقبلة علي في الفترة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، فهي محمودة بإذن الله. بل الجميل جدا أن ورق الشجر الأصفر أحيانا تدل على وظيفة قادمة إليه. الإمام النابلسي قال ورق الشجر الأصفر ربما تدل على تحقيق بعض الأحلام وبعض الأمنيات والوصول للأهداف وطموحات التي سوف تغير حياته إلى الأفضل بإذن الله تبارك وتعالى. تظلون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.